لما الإمارات حبت تدلع المرأة شويتين ثلاثة قدمت ليها خدمات على كل الأصعدة، نفسياً، اجتماعياً، سياسياً وطبعاً صحياً، زي إنها عاملة نظام للكشف المبكر عن سرطان الثدي ورعاية المرأة الحامل، وده عن طريق تنظيم زيارات دورية لمتابعة حالتها، ولو احتاجت مكملات معينة بيتم توفيرها. أما اجتماعياً بقى فالإمارات بتضمن للسيدات معيشة كريمة، يعني لو ملهاش معيل مواطن أو ما عندهاش سكن تقدر تأجره فالحكومة بتقدم لها مبلغ شهري، وده كله غير وسائل النقل العامة. ففي أبو ظبي مثلا هتلاقي سيارات أجرة وردية مخصصة لنقل السيدات، ده حتى في المواصلات العامة بيخصصوا لهم المقاعد الأمامية. سياسيا بقى المرأة الإماراتية واخدة حقوقها أكتر من أي مكان في العالم، يعني مثلا مجلس الوزراء بيضم 9 وزراء نساء، وده من أعلى المعدلات في العالم، ومنهم أصغر وزيرة اللي تولت منصبها وهي 22 سنة بس. وعشان الإمارات تأكد على تقديرها للمرأة عملوا يوم مخصوص للاحتفال بيها، وهو يوم المرأة الإماراتية اللي بيوافق 28 أغسطس من كل عام. فكل سنة وكل مرأة بألف خير.